بالتأكيد طبعا امبارح تابعنا افتتاح جامعة الملك سلمان، وبصفة عامة في اهتمام مؤخرا من قبل الدولة بإنشاء الجامعات الأهلية زي ما انت قلت كان حلم، لكن كمان لازم الواحد يفرح تحديدا ان هي جامعة أهلية لأنها أولا بتعلي من مستوى الخريج اللي بيتقدم كمان لسوق العمل وغير هادفها للربح، وبتدار كمان على أحدث النظم العالمية أو بتستورد بعض السيستم أو النظام كمان الغربي أحيانا في التعليم القائم أكتر على البحث العلمي والتدريب العملي، وبالتالي لازم الواحد يكون فخور بإنجاز كبير وضخم زي جامعة الملك سلمان، وهتنضم إليها أيضا جامعات أخرى في الفترة القادمة إن شاء الله.